وجولة مع أخبار المحافظات. في المنيا تم تشكيل لجنة للإشراف على توزيع الأسمدة لضمان وصولها لمستحقيها. في الدقهلية تم صرف 1,419,000 جنيه مساعدات الأسر الأولى بالرعاية. أما بقى في كفر الشيخ تم تقديم خدمات طبية ل 1230 مواطن بالقافلة الطبية المجانية. وفي بني سويف تم فتح باب التقدم لمعهد تمريض التأمين الصحي بحد أدنى 250 درجة. نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان شهدت المحافظة وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيو بمدينة أسوان الجديدة اللي بيضم المركز الطبي والعيادات والمركز التجاري على مساحة 26,000 متر وباستثمارات إجمالية 1,050,000,000 جنيه، وبيضم مجمع تجاري عبارة عن أرضي وثلاث أدوار علوية بتكلفة 600,000,000 جنيه، بالإضافة ل 160 عيادة بتكلفة 210,000,000 جنيه. في المنيا قررت المحافظة تشكيل لجنة مختصة لمتابعة ومراجعة والإشراف على كل إجراءات توزيع الأسمدة الزراعية على المزارعين بنطاق المحافظة وتذليل جميع المعوقات اللي بتحول دون حصول المزارعين على الكميات المخصصة ليهم من الأسمدة، وضبط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي ممارسات غير قانونية تشوب عمليات التوزيع، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية أسبوعياً بنتائج أعمالها. في الدقهلية أعلنت المحافظة أنه تم صرف 1,419,000 جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال الخمس شهور الماضية في الفترة من يناير حتى مايو 2024 على مستوى المحافظة، استفاد منهم 4,396 أسرة وفقاً للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 16 رحلة طيران دولية تقل على متنها 5,000 سائح ما بين 144 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة. وبتقوم السلطات المختصة داخل المطار بعملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين وتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم حتى نقلهم للفنادق المقرر إقامتهم فيها. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن تقديم خدمات طبية وعلاجية ل 1230 مواطن بالقافلة الطبية المجانية بقرية السحايت مركز الحمول واللي نظمتها مديرية الشؤون الصحية، فضلاً عن إجراء 207 تحليل طبي و30 حالة أشعة ما بين سونار وعادية، وده في إطار المبادرة الرئاسية 100,000,000 صحة. في الغربية انتهت مديرية التضامن الاجتماعي من توزيع لحوم 55 عجل بلدي تم ذبحهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيعهم على أهالينا ب 34 قرية بمراكز محافظة الغربية، وده ضمن خطة الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين وتلبية احتياجاتهم. في الوادي الجديد أعلنت مديرية التعليم افتتاح مدرسة إعدادي وثانوي رياضي هذا العام ضمن الجهود المبذولة والمستمرة للارتقاء بمنظومة ونوعية التعليم بالوادي الجديد والمساهمة في تحقيق الطلاب التفوق الدراسي والرياضي وإعداد أبطال بكافة الألعاب الرياضية قادرة على التمثيل القومي بالبطولات الدولية. في بني سويف أعلن فرع هيئة التأمين الصحي عن شروط وإجراءات التقدم للمعهد الفني للتمريض التابع للفرع بمدينة بني سويف للموسم الدراسي الحالي بحد أدنى 250 درجة لخريجي الشهادة الإعدادية من أبناء مركز ومدينة بني سويف، على أن يكون الحد الأدنى للقبول للتقديم بمجموع 250 درجة.